سياد الله، السلام عليكم مشاهدينا الكرام. النفق الثالث بدار بوعزة مدينة الدار البيضاء، فمرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع فريق تي جي سي سي. هذا النفق الثالث، تريمي الثالث، الممر تحت أرضي للمملكة المغربية كتشهد ثورة في مجال البنيات التحتية. مشاهدينا الكرام فمرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم. تريمي ما شاء الله، ليفوار طلعوا، الحفير راه مازال خدامين، راه مازال ما هبطوش لتحت. اذا الاشغال على قدم وساق، ليفوار راه كيطلعوا، هما هاد الجداريات على اليمين وعلى اليسار كيشبكوا لهم الحديد، ومن بعد كيجي لهم الكوفراج ديالهم، راه هو لي بانو ميتاليك، ومن بعد كتصب عليهم الخرسانه المسلحه. اللهم بارك وزيد في ذلك. مشهد رهيب. الله يكمل بخير علينا وعليكم وعلى أمة محمد. مشاهدينا الكرام، الأشغال على قدم وساق، أشغال جاية من أزمور تقريبا، دخلة ديال أزمور، خرجة ديال أزمور في اتجاه مدينة الدار البيضاء، الدار البيضاء اتجاه نقطة دار بوعزة والدار البيضاء. بعد مشاهدينا الكرام كاين واحد ديفياسيون هي هذه اللي دارت مؤقتا بعد ما انتهت الاشغال. هذه الاشغال ديال النفق الثالث، مازالين جوج ديال الانفاق كاين القدام مع فريق جي تي ار. اذا هذا النفق الثالث وهو كبير ايضا، اللهم بارك. مشاهدينا الكرام، اذا اشغال ديال تحويل المسار على قدم وساق، لاحظوا معايا على اليمين، والأشغال داخل النفق. مشاهدينا الكرام، نخليكم عاد المشاهد الرائعة البانورامية. ما تنساوش لايك. هذا أخوكم سي محمد من قلب مدينة الدار البيضاء. مازال الأشغال ديال الديفياسيون أو لا التوسيعة، هذه غتكون واحد التوسيعة شاملة لهذه الطريقة، هي راه خدامين عليها مور الحواجز الإسمنتية، توسيعة من جاية من دار بوعزة إلى مدينة الدار البيضاء في اتجاه، دابا حنا راه في اتجاه أزمور جديدة. لاحظوا معايا الكمية الكبيرة ديال الأشغال، الطول ديالها، وكاينة أشغال أيضا قدام. إذا لاحظوا الأشغال ديال البنية التحتية، الفوسيات هنا مشاهدينا الكرام تيحفرون الفوسي، و النفق الثاني الرقم جوج هو هذا أمامكم، بارك الله. إذا الأشغال ديالو ها هي، هايدا أشغال هنايا دار بوعزة. إذا البنية التحتية، الماء صالح للشرب، حراق يا نايدة يا خو، المغرب تبدل. أوبا با 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 نايدة نايدة، هادشي اللي كيبان ليا بحال اللي راه ما كناش عاد غنكونوا،
والله خوتي راه بحال راه ما كناش عاد غنكونوا دائما نعم تاني ايضا عاوتاني انا ايضا نافق اخر النفق رقم زوج او لا الرقم واحد تخلطوا عليا هاهما يلا دابا كيوجدوا لي طابق الشرور الاسفلت والحفير بدا إذا مشاهدينا الكرام استودعكم الله نلتقي بمدينة أكادير خير الله يلا نسوس تحية لكم جميعا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.